بتكلم عن بعض الناس اللي ممكن تكون شافت ده، لكن مفترض انها ممكن تراجع نفسها النهارده. اتمنى ان هم يراجعوا نفسهم مع التطورات الايجابيه اللي بتحصل، لانه يعني البيان على المعلم زي ما بيتقال. صحيح. واضحه جدا ان هناك تنفيذ. خليني اشارك حضرتك حاجه واحب الراي العام يعرفها، وهي مهمه جدا، انه حضر الجلسه بتاعه الحبس الاحتياطي الكثير من المحبوسين احتياطيا وكانوا على ذمه قضايا راس، حضروا معانا الجلسه وقالوا مشاكلهم وقالوا تجربتهم. لا دي نقطه جديده دي يا باشمهندس، بس يعني في ناس من اللي محبوسين بالفعل احتياطيا كانوا موجودين اثناء جلسات الحوار الوطني؟ كانوا لسه خارجين قبلها بايام او باسابيع قليله جدا وشاركوا. وعايز اقول لك انه المنصه رئاسه الحوار الوطني مجلس الامناء اتاحت ليهم فرصه اكثر من الجميع، وكان على قلبنا زي العسل طبعا، زي ما بتقول ان هم بيقولوا تجربتهم وبيعبروا عن مشاكلهم ومشاكل التجربه والحبس الاحتياطي والاشتباك في اكثر من قضيه وكل الاجراءات القانونيه اللي كانت في الموضوع. فكان اللي بيحكي المساله كمان المتضررين المباشرين اللي عاش التجربه وهو الاكثر يعني احساسا والماما بجوانبها. بالظبط. فده برضو كان يعني شاهد من الشواهد المهمه على الجديه الشديده. وعايز ازيد حضرتك الشعر بيه، انه كمان في الجلسه الافتتاحيه، ومعرفش ليه ده ما بيتقالش، حضر كثير من برضو محبوس الراي على ذمه قضايا راي وتعبير، كانوا موجودين في الجلسه الافتتاحيه واتكلموا على البوديوم على المنصه الرئيسيه وطرحوا ايضا مشاكلهم وتجربتهم. يعني انا عايز اقول طول الوقت نحن في الحوار الوطني امام تجربه حيه صادقه فعاله. انا كمان بضيف يعني الحقيقه مفترض ان الناس كلها والراي العام يعرف يعني كيف كانت تدار جلسات الحوار الوطني لمزيد من الثقه. معلومات هامه جدا باشمهندس عادل باسل حضرتك.